السلام عليكم. ما زلنا بنتكلم على الاوبريتور او العمليات. شفنا الارثماتيك اوبريتور المحاضره السابقه، ثم شفنا بعض الميثودز الجاهزه الخاصه بالترايجونومتريك زي الساين والكوزاين والتان والايتان، الحاجات الخاصه بالراوندنج زي الراوند والفلور والسيل، شفنا الحاجات الخاصه بالباور، وشفنا الحاجات الخاصه بالسكوير روت الموجودين في كلاس اسمه ماث اللي هو تبع الجافا لايبراري اللي اسمها جافا دوت لانج. اليوم بنتكلم على نوع اخر من الاوبريتور، وده خاص بالانتجر بالمعاملات الصحيحه، اسمه انكريمنت ديكريمنت. انكريمنت يعني يزود او نزيد، والديكريمنت معناه ان احنا بننقص او بنقلل الاوبريتور بقيمه معينه اسمها الواحد، يبقى انكريمنت وديكريمنت. طيب الكلام ده عباره عن ايه؟ الكلام ده ان الجافا فيه الاوبريتور ده اسمه يوناري اوبريتور. يوناري معناه ان شغال على اوبريتور واحد، يعني الجمع شغال على اكتر من اوبيراند، اتنين معاملين، يعني انت بتجمع حاجه مع حاجه، فده اسمها تو اوبيراند معاملين، لكن ده اسمه يوناري اوبريتور. يوناري اوبريتور معناه شغال على معامل واحد فقط، يعني بديله اسم فاريبل بس، يعني في الجمع بتجمع اتنين، وممكن مثلا في بعض الدوال تلاقيك بتشتغل على ثلاث حاجات، تمام؟ لا، او بعض العمليات، لكن العمليه بتاعت الانكريمنت ديكريمنت دي شغاله على معامل واحد فقط. بتعمل ايه العمليه دي اللي هي الانكريمنت ديكريمنت؟ الاوبريتور ده بيعمل ايه؟ بيزود واحد او بينقص واحد من قيمه النيوميريك فاريبل. ما تنساش بنتكلم على نيوميريك فاريبل، تمام؟ الانكريمنت واضح ان هو بيزيد بيزود بيزود الاوبريتور. بيتكتب ازاي؟ بلس بلس، يبقى 2 بلس بلس، سواء كانوا بيسبقوا اسم الفاريبل او بعده. يعني لو عندك فاريبل اسمه اكس، فلو كتبت بلس بلس اكس او اكس بلس بلس، معناه ان انت كانه بتقول له زود لي واحد على الاوبيراند. الديكريمنت معناه ان انت بتنقص مين؟ بتنقص واحد، والاوبريتور نفسه ماينس ماينس، يبقى 2 اشاره ماينس، تمام؟ ده معناه ديكريمنت. 2 بلس معناه انكريمنت. الكلام ده بيتعمل ليه؟ في شابتر لسه ما جناش له اسمه لوبس، اكيد سمعت عنه في الفلو شارت، ان انت بتتكلم على حاجه بتعيدها اكتر من مره، ريبيتد كود. معنى كلمه لوب ريبيتد كود، كود بيتكرر اكتر من مره، تمام؟ ففي الجزء بتاع الكتابه بتاع اللي اوت او السنتكس الخاص باللوب، هتلاقي فيه حاجه محتاجها ان انت تزود الاوبريتور واحد، فده اي بيساوي اي زائد واحد، بتعمل ده وبتوفي بالغرض، مفيش فيها مشكله خالص. بس بشكل ما الجافا زي لغه السي لانجويج بيبقى عباره عن مور كونسايز واي. يعني ايه؟ يعني لغه كومباكت. كومباكت يعني ايه؟ بكتب قليل، بكتب قليل، نفس المعنى اللي كنت بكتبه في لغه تانية بكتبه في كود كبير. السي والجافا بكتب كومباكت كود او بكتب كونسايز كود، تمام؟ فبدل ما بكتب اي بيساوي اي بلس واحد دي، ما بكتبهاش كده، تمام؟ هستعمل مين؟ هستعمل الانكريمنت والديكريمنت. ليه مهمه قوي فين؟ في اللوب، ومهمه في اجزاء اخرى في اللوب، في الكود، تمام؟ يعني مثلا طبعا ده هنشوفه دلوقتي حالا، لكن لو انت بقى عاوز تزود حاجه بمقدار 2 تنقص حاجه بمقدار 4، ده موضوع تاني. يبقى احنا الانكريمنت ديكريمنت هو زياده واحد او ان انا نقص واحد فقط. طب لو انت عاوز تزود او تنقص قيمه اخرى بخلاف الواحد، تمام، ومش عاوز تعمل ده، يعني مش عاوز تقول اي بيساوي اي ماينص 2، مش عاوز تكتبها كده، هتتكتب عن طريق حاجه اسمها الاساينمنت اوبريتور او الشورت كات اوبريتور. بتقال عليه شورت كات، وده الاسم الانسب، شورت كات اوبريتور. شورت كات يعني اختصار. وكنت بتتكتب ازاي؟ بتتكتب بالشكل ده، اعتقد شفناه المحاضره اللي فاتت. يعني اي زائد بيساوي 2، ده معناه اي بيساوي اي زائد 2، ده معناه ان انت بتزود قيمه الاي بمقدار 2، تمام كده يا اخوانا؟ ده الشكل اللي بنتكلم بيه، اي بيساوي اي زائد بيساوي 2، ده معناه اي بيساوي اي زائد 2، يعني الكرنت فاليو هاتها من الميموري، القيمه الحاليه هاتها من الذاكره، اجمع عليها 2 وارجع خزنها تاني فين؟ في الاي. ده بنتكلم على مقدار الزياده والنقصان لو كان اي حاجه بخلاف مين؟ بخلاف الواحد. يا اما تكتبها بالشكل العادي اي بيساوي اي ناقص 4، او تروح تكتب اي ماينص بيساوي 4. لكن لو كنت هتزود واحد فقط او هتنقص واحد فقط، استعمل الانكريمنت ديكريمنت اوبريتور اللي هي البلس بلس او الماينس ماينس، تمام يا اخوانا؟ طيب في قصه كمان عاوزين نعرفها مع بعض. البلس بلس والماينس ماينس ممكن يتكتبوا قبل الفاريبل مباشره. يعني لو انت عندك فاريبل اسمه ان، متغير اسمه ان انت معرفه في البرنامج، فممكن تكتب بلس بلس ان وممكن تكتب ان بلس بلس. تفرق في ايه؟ هقول لحضرتك حالا. بس عاوزين نعرف اللي قدام دي اسمها بريفكس. بريفكس بري يعني قبل، بريفكس، تمام؟
المقطع السابق وده المقطع اللاحق لو انا بترجم عربي كويس، يبقى بريفكس اللي هو قدام الاوبريتور الاوبراند، انا اسف قدام الاوبراند، اوبراند يعني معامل. اللي بعدها دي اسمها بوست فيكس. الاثنين في فرق بينهم؟ اه في فرق بينهم. وطبعا زي ما عملت مع البلس بلس وهنا اقصد بيه الانكريمنت، نفس الكلام مع مين؟ مع الديكريمنت. هتلاقي برضو في ماينس ماينس ان او ان ماينس ماينس. تعال نشوف الكلام ده عباره عن ايه داخل الكود بتاعنا. انا هاجي دلوقتي اقول لك مثلا انتجر اكس، تمام؟ وتعال نحط الاكس دي ب6 مثلا، تمام كده يا اخوانا. وهاجي اقول مثلا سيستم دوت اوت دوت برنت، كويس؟ خليها برنت اف كمان، يلا فورماتد ان شاء الله ما حد حاوش يعني. وهنكتب اكس بيساوي، تمام؟ ولان الاكس انتجر هحط الفورمات سبيسيفاير دي واحط كاما واقول له والله اكس، مفيش في دي مشكله كده، بطبع الاكس، تمام؟ وممكن نحط هنا باك سلاش ان اللي هو اسكيب سيكونس اللي بيعمل نيو لاين، تمام؟ وهاخد نفس الموضوع ده تاني بالظبط واحطه هنا واقول له والله ده اكس بلس بلس، تمام؟ وهنفذه تاني بالشكل ده. يبقى انت دلوقتي عرفت مخزن من النوع الانتجر، حطيت فيه 6 ثم طبعته، هيطبع اكس بتساوي ويحط قيمه الاكس اللي هي ب6. وبعدين استعملت مين بقى؟ الانكريمنت اوبريتور، بس استعملت مين؟ البوست فيكس. البوست فيكس اهو، نحط كومنت كده ونقول ده بوست فيكس، تمام؟ انكريمنت بالشكل ده، تمام كده يا اخوانا. ليه بوست فيكس؟ لان البلس بلس موجوده ورا الاكس، وليه انكريمنت؟ عشان هي بلس بلس مش ماينس ماينس. لو انت عملت ده ونفذت، تعال كده نشوف الناتج هيطلع عباره عن ايه. طبع لك الاول اكس بيساوي 6، طبعا دي اكس ب 6، فهيطبع لك اكس بيساوي ويشيل الفورمات سبيسيفاير بيرسنت دي ويحط مكانها الاكس، فالاكس قيمتها ب 6. يجي على السطر الثاني طبعا 6 برضه، ايه ده؟ يعني البوست فيكس الانكريمنت ملهاش لازمه. طب اوكي طبعا 6. طب ايه اللي خلاه يطبع اكس هنا بقى ب7؟ اقول لحضرتك القصه. اكس بلس بلس اولا دي بوست فيكس، يعني الانكريمنت بعديه، يعني ايه؟ هينفذ الجمله دي على قيمه الاكس الحاليه، وبعد ما يخلص الجمله دي اوتوماتيك يزود الاكس. يبقى لو في جمله جايه هتستعمل الاكس، هستعمل الاكس على انها 7، لكن حاليا في الجمله دي اكس هتنفذ على انها باكس. من اول هنا الاكس هتبقى 7 بالترتيب، تمام كده يا اخوانا. يبقى البلس بلس او الانكريمنت بيزود 1، بس لانه بوست فيكس يخلص الجمله اللي في ايده على انها ب 6 ثم يبدا يزود الاكس ب 7. لو في معامله اخرى على اكس هتتم على اكس على انها بكام؟ على انها ب 7، تمام كده يا اخوانا. لو عدت نفس الكلام ده تاني، اوكي، وبدل ما كنت عامل ده شلت ده وحطيته هنا، طبعا واضح الميننج دلوقتي، انت بتزود الاول قبل ما تنفذ الجمله، وبالتالي كده انت متوقع الناتج بتاعك يطلع كام؟ اكس ب 6 فيطبع 6 وبعدين يطبع 7 وبعدين يطبع 7 اهو 6 7 7 زي ما قلنا، يبقى فهمنا القصه بتاعتنا. وكذلك الحال بقى لو انت بتتكلم في ماينس ماينس، يعني لو خليت ده ماينس ماينس ايه اللي هيحصل؟ ماينس ماينس هيعمل ايه الاول؟ هينقص 1، صح؟ يبقى هنا كانت 6 ثم بقت 5 مباشر على طول يطبعها، ثم بقت كام؟ بقت 5. يبقى 6 5 5 لو نفذت هيديك 6 5 5. طبعا لو انت خليت ده ماينس ماينس وشلت الماينس ماينس ده، اوكي، ونفذت تاني، هيطلع الكود بتاع حضرتك او الناتج بتاع حضرتك دي 6 ثم يطبعها انها 6، وبعد ما يخلص، لان ده بوست فيكس ديكريمنت بقى، لو انت حبيت تكتب ده ديكريمنت، يبقى هيطبع ال 6 ثم يطبع ال 6 تاني ثم 5 وهكذا. وكذلك الحال الكلام ده لو في عمليات حسابيه، يعني لو تصور ان انا بقول له انت واي مثلا، وجيت هنا اقول له واي بيساوي مثلا اكس بلس 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 5 بالشكل ده، ها تتوقع الناتج بتاعك ايه لو انت بتنفذ الواي اهو؟ يعني بقول له سيستم
دوت اوت دوت برنت اف، تمام، وقلت له برنت اف، وعملت الكلام ده كده بالشكل ده، وقلت له واي بيساوي و مثلا ده بيرسنت دي اهو، وقمت جاي قايل له هنا واي. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ عاوزين نفهم بقى كويس. اكس بكام؟ بستة. الواي ما ادتلهاش قيمه، واي عباره عن اكس بلس بلس. حلو قوي. هتزود الاول الاكس ولا بعد الاكسبريشن ما يخلص؟ هنا ده انكريمنت اي بس بوست فيكس، يبقى مترحل، يبقى الزياده مش دلوقتي. يبقى اخلص الاكسبريشن ده على قيمه الاكس الحاليه 6، يبقى 6 و5 11، تمام؟ 6 و5 11. لو جيت انت بقى بعد كده نفس الجمله دي قلت له اكس بكام؟ هنا كده اكس بكام؟ ها متوقع الناتج؟ يبقى هنا دلوقتي اكس ب 6، 6 زي ما هي و5 11، وبعد ما يخلص يزود الاكس بتاعتك تبقى 7، يبقى 11 و7 اعتقد الناتج. شوف كده بالفعل 11 و7، بس طبعا هنا نخلي هنا باك سلاش ان داخل الكلام ده عشان يطبع في سطر جديد. تمام كده يا اخوانا؟ طبعا اللي انا قلته ده لمقدار الزياده والنقصان، لكن لو انت طبعا عملت ده بقى بلس بلس من الاول كده اكس، ايه اللي هيحصل بقى؟ يبقى في الاول خالص هيلاقي الاكس بلس بلس ده انكريمنت اوبريتور وكمان بريفكس، يبقى هيزود الاكس الاول تبقى 7، 7 و5 12، فيطبع 12 وبعدين يطبع قيمه الاكس العاديه اللي هي بكام؟ اللي هي ب 7 اهو، يبقى 12 و7. تمام كده يا اخوانا؟ طبعا حضرتك الكلام ده عشان اجمع واحد ونقص واحد، الانكريمنت والديكريمنت، لكن لو حضرتك حابب ان انت تجمع، لو شلت بقى الاوبريتور ده، ولو حضرتك حابب ان انت تجمع او تطرح رقم تاني، كنت ممكن تقول والله اكس ناقص 5 بالشكل ده، اوكي؟ مفيش فيها مشكله. ده ما عادلاش لازم بقى خالص هنا. دلوقتي اكس كانت ب 6، خدت ال 6 طرحت منها 5 وبتطبع هيديك الناتج 1. بس بدل ما اكتب ده انا كنت ممكن اكتب حاجه تانية. ممكن اكتب ايه؟ هقول له واي ها ماينس انا اسف مش هنا بقى مش اكس، معلش خلي دي اكس بالشكل ده. لو الاكس انت بتقلل منها 5 واللي بتطلع ده الاكس وهنا ده الاكس، اوكي مفيش واي بقى خالص، شيل ده. لو انت بقى عاوز الفاريبل بتاعك ماله يقل بمقدار 5، يعني القيمه الحاليه اخدها انقص منها 5 واطبعها، طبعا ده هيديك واحد صح؟ طبع لك واحد اهو. انا ممكن بقى الجمله دي اذا كنت عاوز تختصرها وتخليها كومباكت او مور كونسايز اقدر اقول له اكس ناقص بيساوي 5. دي اسمها شورت كات او اسمها نوع من الاساينمنت اوبريتور، تمام؟ ان انا بعمل ايه؟ بنقص مين؟ بنقص 5. تتكتب ازاي؟ اكس ماينس بيساوي 5، اكس ماينس بيساوي 5، بدل ما اكتب الجمله كامله. وبالفعل هتلاقي الناتج بتاعك زي ما حضرتك شايف. القصه اللي عاوزين نقولها ان حضرتك خلاص عرفت انكريمنت يعني ايه، عرفت ديكريمنت، عرفت البوست فيكس، وعرفت البريفكس، عرفت بستعملها بشكل كبير في اللوب، عرفت لو كانت موجوده في اكسبريشن فبستعملها زي ما هي بنفس القيمه لو كانت بوست فيكس، وبعد ما بخلص ببدا ان انا ازود القيمه بتاعتها، ولو كانت بريفكس يبقى انا هزود الاول او هنقص الاول على حسب كانت انكريمنت او ديكريمنت، وبعدين اكمل الاوبريشن بتاعتي خالص. القصه كمان ان الكلام ده بيتعمل للانتجر اوبريتور مش لاي اوبريتور اخر، ما ينفعش مع الفلوت، ما ينفعش مع الدبل. كمان لفاريبل مش اكسبريشن، يعني ما ينفعش يكون عندك اكس زائد واحد ده اكسبريشن، عارفين ده اكسبريشن، ما ينفعش اقول له بلس بلس هنا، ما تنفعش. هو بينفع مع مين؟ بينفع مع الاوبريتور فقط، عشان لان ده هيؤدي لك الى سنتكس ايرور او خطا لغوي، خطا لغوي. تمام؟ دي المراجع اللي احنا عدينا منها المحاضرة، أتمنى إن المحاضرة تحوز على إعجاب حضراتكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلتقي بكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.